كلمه راس ساكوت تلفوني تسلل استنا استرافيكا صباح الخير اليكم نشره الاخبار من اذاعه صوت اليونان يوفيكم بها وليد الياس. قال رئيس الوزراء اليوناني لتسيبراس ان الاعمال التركيه غير القانونيه في المنطقه الاقتصاديه الخالصه في قبرص تشكل انتهاكا للحقوق السياديه لجمهوريه قبرص، وبالتالي تم ادانتها بالاجماع من قبل الاتحاد الاوروبي. واكد تسيبراس في مقابله محطه محليه ان اليونان تشجع الحوار لكنها ليست مستعده للتسامح مع اي انتهاك لسيادتها. وفيما يتعلق بالانتهاكات التركيه في بحر ايجا وقبرص، قال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس ان تركيا يجب ان تعلم ان هذا التكتيك يقود الى طريق مسدود وستكون له عواقب سلبية. وردا على سؤال حول خطر وقوع الحوادث الساخنة في بحر إيجا، أوضح رئيس الوزراء أن اليونان في حالة تيقظ مستمر، مضيفا هناك تطورات جيوسياسية تحدث في المنطقة.